فاروق محمد، رئيس جمعية التواصل التجار والحرفيين بدار المثار. كنشكرو هذا المنبر اللي تحنا هذه الفرصة باش نهضرو على واحد الملف اللي هو شائك ومستجد، وهو حديث الساعة بالنسبة للتجار والمهنيين، الملف ديال المساهمة المهنية الموحدة. هذه واحد الأشهر كنا استبشرنا خير من بعد ما لقى جلالة الملك واحد الخطاب في الخطاب الأخير ديال العرش، وفي الافتتاح ديال الدورة الخريفية للبرلمان كان حتى الحكومة والمنتخبين النواب باش يخرجوا واحد النظام ديال التغطية الصحية ديال لهذه الفئة ديالنا ديال التجار والمهنيين. كنا استبشرنا خير وفرحنا، وقلنا غادي نخرجوا من ذاك الصعوبة اللي كنا باش كنولجوا للقطاع الصحي الخاص. من بعد في هذا الأوائل ديال مارس بدات كتبان أخبار وكت بأن هون واحد النظام خرج جديد. لينا كنبحثوا كنفتشوا على المعلومة، واتصلنا بالإدارة ديال الضرائب هنايا ما كانت عندهم حتى شي معلومة مضبوطة. لينا كنبحثوا حتى لقينا مشاريع القوانين اللي خرجت. القوانين اللي خرجت كلها لقيناها ما كترعيش المصلحة ديال هذه الفئة اللي كنمثلوها. هاد القوانين الجديدة كتربط ما بين المساهمة في التغطية الصحية ديال هذه الفئة بالقيمة ديال الضرائب اللي كتأديها. وهذا البند بالخصوص هو اللي كيكون الرفض بالإجماع عليه، أن التغطية الصحية خصها تكون مستقلة ومرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تكون بواحد الأثمنة مناسبة كتراعي القدرات المالية ديال هذه الفئة، وكتراعي الظروف الاقتصادية اللي كتمر بها وأكثرية في هذه السنة الأخيرة. من بعد الاتصالات ديالنا مع المسؤولين ديال الضرائب من بعد ما كانش بان شي جديد، كانت هذه المساهمة بقات، واخا كانت احتجاجات في ربع المملكة واستنكارات بان بأنها بقات، مما حدا بالجمعيات بستاد الجمعيات هنا في صفرو باش كتصدر بيان كترفض فيه جملة وتفصيلا هذه المساهمة المهنية الموحدة. كنناشدوا الحكومة والمشرعين ديال البلاد يراعيوا الظروف ديال هذه الفئة ويديروا تعديلات في هذا البند ديال ربط المساهمة في التغطية الصحية بالقيمة ديال الضرائب، تكون مستقلة وتكون بواحد القيمة مناسبة اللي كتراعي كيف قلت الظروف الاجتماعية والاقتصادية ديال هذه الفئة. بسم الله الرحمن الرحيم. خالد بورقادي، رئيس جمعية تجار قسيس بن مربع. كنشكروا السي عبد العزيز على هذا اللقاء هذا. غادي نهضروا على التغطية الصحية والمساهمة في التغطية الصحية اللي جات بها الحكومة في القانون المالية 2021. هذا المشروع هذا اللي جا في ظرف 15 يوم، في واحد الفترة اللي هي وجيزة واللي فيها واحد الغموض كبير وما عرفناش علاش، يعني ما كاينش نهائيا لا شرح ديال هذا القانون ولا توضيح المضامين ديالو. فقط خصك تعمر وتخلص وتعمر بالرقمنه، والرقمنه راه كتعرفوا هذا مشكل كبير. هذا غير امور من حيث الشكل. حنا منين جا هذا القانون هذا لقينا راسنا ملزمين كممثلين للتجار على اننا نعرفوا الخبايد هذا المشروع والمراسم القانونيه ديالو. وجدنا انفسنا امام شح المعلومات في الاول. في ظرف 15 يوم كان علينا كرؤساء جمعيات المدينه على اننا نعرفوا المضامين هذا القانون واننا نشرحوه للناس، وكانت فتره اللي هي صعيبه بزاف لان قصيره بزاف الشرح لهاد الناس، لانه كل شيء كيقول لك شنو هو هذا القانون اللي جا وشنو فيه. فعلى العموم حنا باجتهادنا الشخصيه لان كانت معلومات قليله، لان اصلا القانون مازال جديد وكان مازال كيتناقش في البرلمان، ولحد الان كنظن مازال ما خرجش من الجريده الرسميه. على العموم حنا بلغنا التجار والمنتسبين ديالنا والحرفيين والمهنيين، بلغناهم بالمضامين ديال هذا المشروع هذا، وبانه فعلا واحد القانون اللي هو مجحف لانه ما جاش باش ينفذ التعليمات الملكيه الساميه في هذا الاطار هذا، اللي امرتهم بانهم يستشروا مع جميع المعنيين. وحنا كنقول لهم بانه اخراج قانون دون استشاره الجميع مساله اللي هي غير مقبوله. الان بعد ما وصلنا لهذه المرحله هذه ديال الارغام المواطن على انه يسجل تحت طائله غرامات، فهو امر
غير مقبول، والتجار كيعانيو في هذه الفتره هذه من واحد الحاله كارثيه، من واحد الكساد، ومن واحد النفسيه اللي هي متدمره بسبب الوضع الصحي والاقتصادي ديال التجاره ديالهم وديال البلاد. الغريب في الامر اننا منين كنهضروا في هذا الموضوع هذا كنجدوا راسنا امام واحد التناقض كبير. 2020 هي سنه ديال الحجر الصحي وديال الوباء، ومع ذلك نجد انفسنا امام نفس ضريبه 2019، وهو ما جعل قيمه المساهمه المهنيه مرتفعه للعديد من التجار. حنا من جهتنا كنقولوا في هذا الموضوع هذا، وهذا راينا، على اننا نرفض الربط بين التغطيه الصحيه واداره الضرائب. الضريبه هذاك واجب علينا وواجب على اي مواطن، لكن في نفس الوقت من حق التاجر في اختيار نظام صحي يلائمه. مساله غير مقبوله في هذا القطاع، كل واحد حر في هذه المساله هذه. الاجبار نعم في قطاع الضرائب، نعم مساله لا نقاش فيها. فكنتمنى صادقا على انه يتسمع للراي ديال التجار، وانه يكون شي تعديل في اقرب وقت لهذا القانون، يسمح للتجار والمهنيين والصناع على انهم يديروا تغطيه صحيه باختيارهم، وكل واحد على حسب القدره ديالو. اذا كان من المفروض، وحنا كنقولوا بانه ليس هناك اجبار كما قلنا، ولكن الا جيتي تطبق واحد القوانين بالاجبار فخصك الخدمه مقابل الاداء. فانا غادي نادي ولكن كيخصني واحد الخدمه في المستوى. فالبنيه التحتيه كنشوفوا غير في المدينه عندنا والنواحي واحد الالاف ديال المواطنين، وما كاينش ولو مستشفى خاص واحد. يعني كلشي غادي يمشي للمدن والكبرى، ويقع واحد الازدحام، نصبحوا كناخذوا لي رونديفو، نصبحوا بحال حنا في سي اتش او، يعني ما كاينش فرق. يعني كيف كنمشيو لسي اتش او كنقبطوا لي رونديفو على 6 شهور 8 شهور، غاتمشي للكلينيك غادي يقول لك عامر. هذه كارثه، لانه غتوفر واحد البنيه تحتيه صحيحه باش يمكن لك الا بغيتي تطبق اصلا بهذا الاجبار، وان كنا حنا ضد هذا الاجبار في الاصل. لذلك كنطالبوا من الحكومه وممثلي الامه اعاده النظر في هذا القانون، نرفض نظام المساهمة المهنية الموحدة بشكله الحالي، ونرفض إجبار التجار على أداء واجبات أو اقتطاعات في هذه النقطة هذه. وكنطالبوا بفتح المجال للتجار والمهنيين ينخرطوا في النظام ديال التغطية الصحية بكل حرية، كل على حسب قدره ومستطاعه وعلى حسب الخدمات التي يرغب الاستفادة منها، سواء كان قطاع الصحة أو كان تعويض على الأبناء أو كان التقاعد. مطالب باستحضار خصوصية هذه المرحلة اللي كنمروا منها، اللي كتميز بواحد الكساد كبير وبواحد الوباء اللي هو يعني قاس جميع القطاعات، ونحافظوا على السلم الاجتماعي. احنا ما محتاجينش احتقان في هذه الوقيته هذه، بركه اللي كاين راه يكفي. نتمنى من الجميع على ان ياخذ الامور، ان كنهضروا بايجابيين. احنا كما كنقولوش بان قانون الماليه ما فيهش امور اللي هي ايجابيه، كاين اعفاءات ضريبيه احنا كنتمنوها. لكل ايجابي غادي نقولوا ايجابي، ولكن السلبي ضروري اننا ننتقدوا، لان انتقاد بناء ماشي انتقاد من اجل الهدم. نتمنى اننا نكونوا صادقين مع انفسنا، واننا نحقوا التاجر والمهني التغطية الصحية اللي بغاها لهم سيدنا، ولكن بواحد الثمن اللي معقول وبحريتهم بدون إجبار. وشكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.